وقال انهم اجروا اتصالات مع مصر في الماضي، ما الذي يجري؟ يعني انا رصدت ما تم تداوله في الحقيقه، يعني لم يكن هناك اي تواصل او حوارات فيما بين مصر وتركيا خلال الفتره الماضيه، وسن دل على ذلك التصريحات المتكرره اللي بتخرج عن اطار العلاقات الطبيعيه بين الدول على المستوى الدولي. لكن طبعا ان تتحدث تركيا عن عمل عسكري مباشر في ليبيا هو أمر خطير، أمر فيه خرق لقرار مجلس الأمن، فيه خرق لقواعد الشرعية الدولية، وبالتأكيد أنه هيكون تطور بالغ الخطورة على الأوضاع في ليبيا، ولن يكون هناك أي احتمال بأن لا يتم التصدي لمثل هذا الاعتداء اللي بيصور حقا من قبل كثير من الأشقاء في ليبيا بأنه محاولة لفرض احتلال تركي عثماني آخر على ليبيا في الوقت الراهن. حضرتك بتقول لو حصل هيتم يعني مواجهة هذا الأمر. يعني بالتأكيد في التصريحات في الجيش الوطني الليبي بأنه سوف يدافع عن استقلال ليبيا و وحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي، بالإضافة إلى طبعا ما قد يتخذ من إجراءات على المستوى الدولي في نظرا لما يمثل ذلك من خرق لقرارات مجلس الأمن. سيد الوزير سامح شكر، بشكرك شكرا جزيلا. سيد وزير الخارجية مرة تانية بتكلم طبعا ملف سد إثيوبيا، وارد جدا لو لم يحدث هناك اتفاق في القمة